وش اخباركم؟ معكم اليو فرح ورجعت لكم بحلقه جديده من ماينكرافت. الحلقه سيرفايفل طبعا مع رفيق مميز اسمه كريس، بس هو مسمي حاله ستيف، بس هو يعني خيي وانا كريس. يلا معنا اختين. وانا ليه في التايتانيك وانا في البيت؟ ما معنا اختخت واذا بدنا اخدتوا معي التايتانيك ما عش في مع اختخت. انت منك بس انا لا. وينك؟ هي انا بالتايتانيك. طيب مش رح تقدر تنام الا ما انا نام. يلا اسرع جيري هون. بعد بدي صوفي وحدة. ايوه بس ما تشوف. لا كنا الصندوق وقعت بس ماما معناش تروى تنعمل تخت. خليك انت عد التايتانيك وانا بفتش على الخروف بقيت له برجع. واعطيني لحمي عليك. اوكي معيش لحمي. اقتل خنزير ويعطيك لحمه. طيب خنزير اقتل خنزيرتين وخنزير تبنى لك لحمتين وتعطيني تبعيتك وتاخد تبعيتك. اوكي طيب قصت عليه خنزير منيح. انا في بابين انت بتموت بابين وانا بخط بابين. طيب انا ورا وانت قدام. طيب يلا شو جيت اكلت واحد. لا طيب مش عبليه. ايه مش عبليه خروف تقتله. شو نعمل اليوم؟ اطلع من اللعبة. اطلع انا بنام وبترجع لك. لا ليه مش دغري؟ اطلع ارجع ولما انا نام ويصير الصبح ارجع فوت. انا بقول لك وانت ترجع تفوت. اوكي ما تفوت هلا، لما انا نام انت بترجع بتفوت. يلا رحلوا وقفلكم. هيانا وصلت. يلا جهز حالك يا كريس. جهز يلا رحلوا وارجع فوت معك. شو كيف تنام؟ انت ما تنام انا بنام. ايش الصبح؟ يلا سوري مش رح يقتلك فيه ابدا. هذا بيقتلك فيه بس بعد ما نبدل عليك. بمزح مش لي. وش حطيت الغراض فيه؟ ما معيش غراض كتير فاحط لك اياهم. شو بدك فيه؟ بدي شوية فرن. معي فرن حط. معي فرنين انا واحد يالك. حط واحد يالك. لك معي هاد الساعة. اف وانا بدك تيجي تسبح. خشب نحن وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى لو فيني أعمل أكثر لأنه عندي أفكار وعندي درس. هاي بوشو جيمر بس خلينا نوصل للحلقة 150,000 لايك واشترك إذا بالقناة ما إذا ما بشترك. ومع السلامة.